الشطوط، الشواشي، وعيد الضحية. معاك كيف يا أستاذ ربيع؟ ربيع طه علي، يعني من مؤسسي فرقة الهيلا هوب، ومن مؤسسي فرقة مجازفات، يعني اشترك في دور بطولة في جوابة فرح وسك النعام ويا عبد روك. حقيقة ربيع طه شاعر، يعني أنا عرفته من الأيام الأولى ونحن كنا في الجو الرطب. بعد ذاك لما خشينا الهيلا هوب، ربيع طه شاعر يكحي العين السحابة عشان تصب علينا المطرة. يلا يا ربيع يتدفق للمشاهدين ديل وعيد عليهم. قبل حاجة أقول للمشاهدين كلهم العفو والعافية، وإذا في زول أنا غلطان معاه أتمنى إنه يسامحني، يعني في العيد دعوة للتسامح والتسامي والرفعة والمحبة يعني. وفي العيد أنا بحب المرارة جدا، وأحترم أي مواطن سوداني يحب المرارة. أنا ممكن أجيب إجلال وإجبار لكل مواطن يحب المرارة، أحب المرارة وأحيي المرارة واموت في العكو وتكسر في باقي اللحم. يا اخي ده كلام جميل. يعني المراره بس الشيء كيف يا ربيع؟ بالجمر يعني بتحبها ولا بتحب الشيء يا حدبي، بالجمر كل ولا حاجه، كل بالصاج؟ حاجه عندها وضعيه خاصه، لكن المراره يعني تحديدا انا بحترم اي زول بياكل مراره، يعني بحترمه جدا. الاتي كيف؟ الاتي مع الشطه مع الدكوه ده كله يعني مع يا اخي ده كلام عجيب، ده كلام ممتاز موز. ما عادي يا ربيع، مشكلتي إني كيستك وشلتك شمعة في دنياي وقدستك، بعد الكلام اللي قلتي صدقتك، نسيت إني تربيت في راكوبة وكنت بدردق اللستك، مشيت حفيان وبنت جعان وما صادفت شاكلتك، ونسك بقصد أبوي لما انضرب الشربوت وفرتك جرتك، وألمتك بقصة ديكنا لما مات وحزنتك، وجيتك يوم داق بدري سافي سافي وشاكي متضيق لابس جزمتي السوداء، أنا جيتك لابس جزمتي السوداء عفصتك بيها عوقتك، أنا بريت فيك حتى ترعتك. يا سلام.